نعم يعني بالتأكيد الأمانة العامة لمجلس الوزراء موكلة لها العديد من المهمات من قبل الحكومة العراقية، من قبل مجلس الوزراء، هنالك متابعة قرارات، تنفيذ قرارات مجلس الوزراء، وكذلك متابعة المشاريع اللي تشرف عليها الأمانة العامة. هنالك المشروع المهم الحيوي اللي نتحدث عنه باستمرار، نعم، هو مشروع الحوكمة الإلكترونية. هذا الأتمتة. المشروع الآن يعني هو نقدر احنا في كل لقاء في كل مرة نقول وصلنا إلى مراحل متقدمة. حقيقة هو مشروع يعني طويل ويحتاج إلى فترة زمنية، هذا ليس في العراق طبعا، احنا نحكي عن الدول المتقدمة أخذت فترات طويلة لحين ما وصلت واضح نحو صح. التحول الرقم الشامل. بالتأكيد احنا بدينا منذ سنتين، أعيد تأليف هذه اللجنة برئاسة الأمين العام لمجلس الوزراء وعضوية العديد من الوزارات والمؤسسات الرسمية والمحافظات. موضوع الحوكمة الآن يسير على ما وفق ما خطط إلى بفترات الزمنية المحددة. من نتاجات المهمة هنالك يعني مشاريع مهمة، منها مشروع إدارة الوثائق الإلكترونية اللي ربط الأمانة العامة بالوزارات، جيد، وتم تداول ما يقارب 90,000 وثيقة لغاية الآن. جيد، وأيضا المرحلة الثانية قريبا ستنتهي بربط المحافظات والجهات غير المرتبطة بالوزارة. هذا المشروع هو عبر شبكة حكومية مؤمنة غير قابلة للاختراق، عملت عليها ملاكات الأمانة العامة وأيضا بمساعدة من قبل ملاكات وزارة الاتصالات، طبعا بدون تدخل أي جهات خارجية، وأيضا وفر على الدولة أموال. جيد. هنالك مركز البيانات الوطني تم انشائه ضمن هذه اللجنه. هذا المركز هو اللي راح ياخذ على عاتقه عمليه التحول الرقم الشامل واستضافه كافه المواقع الخاصه بالمؤسسات وبياناتها، وانشا بوابه تور الالكترونيه اللي ضمن الان اكثر واضح. من 100 خدمه الكترونيه تقدم الى المواطنين، ويسير على الخطة المرسومة. هنالك اجتماعات، هنالك لقاءات، هنالك تواصل مع كافة المؤسسات من أجل الانتهاء طيب. من كافة البرامج. واضح سيد حيدر. كتاب أو مو كتاب، قاعدة البيانات، احنا عندنا مشكلة بقاعدة البيانات، عندنا مشكلة بكل الوزارات بقاعدة البيانات، ما عندنا داتا، يعني هاي المشكلة نعم. شلون تحل سيد حيدر؟ هو المركز البيانات الوطني هو راح هو يكون أنا على هاي سألتك. نعم تفضل. نعم هو راح يكون الداتا بيز لكل المؤسسات، راح يكون كل قاعدة البيانات في كل مؤسسات الدولة الرسمية في مركز البيانات الوطني، راح تحتوي على كافة البيانات الخاصة بالموظفين وبكافة متعلقات مؤسسات الدولة. هذا راح يكون هنالك سيطرة عليها، ما راح يكون أي تلكؤ مستقبلا في العمل. بالتأكيد الخدمات المقدمة إلى المواطنين تحول تباعا إلكترونيا مثل ما ذكرت عبر بوابة تور الإلكترونية، وكذلك بقية البرامج. طيب. الآن هنالك عدد من الوزارات، احنا ما نقول كل خدماتها حولت إلكترونيا، لكن جزء من هذه الخدمات المهمة حولت إلكترونيا والعمل جاري تباعا. ان شاء الله هذا العمل راح يبقى، يعني في حال تغيرت حكومات جت حكومة راح يبقى نفس العمل سيد حيدر، لو راح تصير اكو مشاكل لا سامح الله؟ لا بالتاكيد هو هذا المشروع يعني استراتيجي ما له علاقه لا بالسياسات ولا بالحكومات. لا ما له علاقه، ان شاء الله ما ياثر، واحنا عندنا كثير هنالك مشاكل. في حال اثر بلغني حتى انا ناخذ علقه.